أنا اسمي محمود خالد مشاركة من سكان الهجري، عندي 8 حمامات بلاستيك. الحسبة مساكينها لهم 5 6 أيام، وعلشان هيك اضطرينا نبيع خضتنا في سياراتنا، والناس قاعدة بتتمسخر علينا. لا يا عم، احنا بنبيع في تعبنا وشقانا وعمالنا، في عندي 8 عمال بيشتغلوا، من وين بدي أعطيهم مصاري؟ لا ببيع بسط على البسطة، ببيع على جب حقه نص مليون، مش عندي مشكلة، ببيع وبعطي العمال، خلي العالم تتهزك. وبالنهاية هذا تعبنا ومالنا، شايف؟ والحسبة مسكرة زي ما انتم شايفين، والدنيا كلها مسكرة. الحمد لله رب العالمين، واحد انه يشتغل المهم وما يحتاجش حدا، هذا اللي بقوله بس. واللي له عندي اشي يا عم حياهم الله، وكل الناس خير وبركة. كل يوم عندي لقط من 100 ل 150 كرتون خيار لقط يومي، شايف؟ اولها شفنا لنا من كيف خضرتنا، وزعنا شوي، قد ما وزعنا ما فيش مجال انك توزع قد ما بدك. أولنا اضطرينا نحمل في سيارتنا الشخصية، أنا عندي سيارتين، يعني مش جيب واحد، عندي سيارتين وزعت على قسمين، شايف؟ والحمد لله يعني كل يوم ببيع من 100 ل 150 كرتون وبسعر أقل من السوق كله. المهم إني إيش، ما كبش البضاعة، صح إنها سيارة شخصية بس إني ما أكب نعمة الله هذا، وعندي 8 عمال بترزقوا زي ما أنا بترزق، هم بترزقوا من هذا الشيء كمان، من هذا الشغل، والحمد لله رب العالمين. والناس قاعدة بتحكي إنه هنج ومش عارف إيش من هالحكي، نص مليون، لا يا عم هذا من تعبنا ومن شغلنا، وعندي 8 عمال بيشتغلوا كمان عندهم عيال. الفترة الشتوية دائما عندي بسطات بكون على خط الالتفاف، وكان الجيش يجي يقوموهن، شايف؟ وعودنا بعدنا عن المنطقة هذيك، وأنا عندي كمان محل، شايف؟ محل أدوات كهربائية، وسكروا لنا إياه من وقت الإشي هذا، والحمد لله بندفع في أجار محلات وكهرباء والقصص هذه، وبندفع وإحنا مسكين المحلات، شايف؟ والعمال بيشتغلوا في معي في المحل كمان، أجوا اشتغلوا معي في البساتين، وبدهم يتسببوا زي زيهم، يعني هذا شغلنا وهذه حياتنا. ماليش في الفشخه والدواوين والحكي الزياده، انا الحمد لله شو ما تدبني صح معانا والحمد لله، وشيء من نعمه الله، شايف؟ بس بنفس الوقت مش نعمه الله، شو ما بدبني الله، وين ما بمشي بأشتغل، ما بهمني الاشارة. الناس بتمسخر انه طلع جيب بنص مليون انبسط، لا، هذا مالي وتعبي وتعب عمالي كمان، بدهم يتهزقوا زيي زيهم، والحمد